بهاراتك زيد بهاراتك يلا هني بالإبداع في زيد بهاراتك وقت التحدي حان اظهر مهاراتك يلا 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 زيد بهاراتك من ذاق طبختك اعتمدها لو ياكل ايدينه بعدها بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين كما عودناكم دائما من الأحد إلى الخميس فقرة المطبخ حياكم الله ويا هلا وسهلا مع الفريق الأول والفريق الثاني فريق مفلح وفريق منيف هذه بداياتها فحياكم الله ويا هلا وسهلا نعتذر اليوم عن زميلنا وحبيبنا خالد حامد بظرف طارئ وان شاء الله يجينا بالسلامه واحنا مكفين موفين ان شاء الله محل خالد يعني يا هلا وسهلا فيكم يا شباب الله يلا حياكم الله كيف حالكم طيبين يا هلا وسهلا والله هلا والله شباب عندنا طبخه اليوم طبختين خفيفتين وحلوه جدا جدا والجماهير يحبوها وكل الشعب يحبوها فاليوم عندنا طبختين وما في قرعه وسهله جدا انت يا عبد الرحمن ويا عبد الرحمن الله عندك اليوم مقلوبة دجاج وانت عندك بس. مدفون دجاج وشو ذا ابشر والله مدفون دجاج الان عندكم المقادير لازم تطلبوا المقادير ابشر والله طيب ما طلع المقادير اي طلع خليك على الشاشه تو لازم مقادير تطلبوها عطوها طيب ليه تغير النظام نعم اي يعني احنا اللي نطلب المقادير نعم كيف تطلع الشاشه احنا نشوفها ولا شلون في مقلوبه وفي مدفون انتبهوا هي المقادير قريبه من بعضها مثل الرز بالضبط اوكي الان حطوا بس من تحت الكشف هاي شباب تطلبوا المقادير حطوا لكم بالشاشه لا لا عليها اصبر عليها خصم ولا ها عليها لازم تطلبها لازم لا تطلبها تطلب مقادير إيه لا تعال معي هنا قدام رجع شباب عبدالعزيز فريق عبد الرحمن المطيري طال المقادير حقت مقلوبة دجاج ممكن تطلعوها لنا على الشاشة تابعوا خلي قدام الشاشة نكتبها ولا نختار كذا عثمان قلم بالله يا سلام يا شباب الآن حتطلع المقادير حقت المجموعة الأولى الفريق الأول فريق عبد الرحمن المطيري طالبين المقادير حطوا لكم على الشاشة الآن هات لي ورق يا ابو علي اليوم ما شاء الله عليكم تحمس يلا يا شباب الوقت يا شباب الوقت طيب ها عندك المقادير تعال هنا شوف هنا شوفها يقول لك منيف زين هنا 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 شوف عندك يلا شباب قاعد ياخذ المقادير الان طلب المقادير الشباب ويكتبوها بطاطس يا سلام شايفين في حماس اليوم كوسة وراك ملت ما عليه بصل سم ثوم صلت الله وبركاته عطنا يا هلا وسهلا فلفل أسود دقيقة عبد الله شوي يجي فلفل رومي حياك الله رز يلا أجيك شوي ملح شيل كاشة يلا شيل كاشة شيل كاشة شيل كاشة يلا الفيسات اللي تحت وش والان الفريق الثاني فعبد الرحمن طالبين برضو المقادير زيت ودجاج بسم الله الرحمن الرحيم باذنجان بطاطس المقادير حسين حقت الدجاج مدفون طبخة المدفون يا حسين الدجاج يلا شباب جاتكم بسم الله بصل حلقة سريع فلفل رومي حلقة بطاطس حلقة كوسة حلقة نشوف الشباب ما شاء الله ماخذين مقادير ان شاء الله نقول اليوم ان يطبخوا الطبخة وفي منافسة اليوم صراحة حتكون قوية جدا جدا بهارات مشكلة ثوم خلى بطاطس كوسة دجاج بهارات مشكلة فلفل اخضر يلا يا ابو يلا يلا شباب شالها ما قد قلت انت شيلها شالها ما قد كملتها ايش اللي وصلت؟ فلفل يلا قدامك بدك دقيقة طيب زيهم انت دقيقة دقيقة كانت انت قاعد طالع واحد كان طالع فوق واحد طالع تحت اخضر ملح يلا يا شباب انت تكتب عجال خط مقاديرك يا عمي خط مقاديرك
يلا منيف اصبر هنا يا عبد الله. ها مضيع الامور كلها والله هذا علامة. ها بندفنها لو سمحت. حكي وايد فقره عندنا الان لو سمحت شوي بس وايد فقره هني اضيع عليها شيء اهم من الفقره عندي. اصبر اصبر يا ولد بجيك شوي خلاص خلنا الوقت عشان من امس وانا اكلمك. يلا يلا شوي شوي يلا مقاديرك هذا علامه وش علام كان خليتني والله انك ما تستحي. تعال تعال يا بندفنه بندفنه خطوه بندفنه يا ريال. يا ولد انت علامه على كيفي. ايش تبي؟ ابغي اوراقي الحين. ابغي اوراقي الحين. طلع مقاديرك دقيقه خذ دقيقه جيك الحين دقيقه بسرعه يا رجال. يا عبد الرحمن يلا يلا جيت عبد الرحمن ابي علمه وين الاوراق. عبد الرحمن ها ارجع ارجع لو طيب اسمع يلا شباب يلا شباب يلا شباب يلا شباب يا سلام من اخباركم طيبين وش بهارات اخباركم ايه البطاطس هذا المين هذا هذا يلا عبد الرحمن يلا عبد الرحمن يلا شو بقيت قدامك يلا عبد الرحمن يلا شباب يلا شباب يا حيكون في وقت يا شباب ترى على الطبخه يلا مزيك في كوسة إيه ما ما الثوم وين الثوم هذا الثوم ها بينكم ها بينكم الثوم الاثنين بون بينكم ها وين الفلفل الطماطم عبد الرحمن الطماطم عبد الرحمن شيل هذه ودها لك محلك يلا يلا بسم الله بسم الله يا سلام بسم الله يلا يعطيكم العافية في مدة اليوم في حاجة اليوم يلا شباب يعطيكم العافية اليوم حماس يا سلام يا سلام يلا يا أبو علي عندكم ليمون أنتم لا بنا طيب إذا زودت الظاهر دخلنا الماء هو حاط حاجات اضافيه هم يعني الوقت خليه سلوكت يلا شباب في طماطم عندك هذه البهارات ابو هنا. علي ابو ها علي هلا حبيبي لو ازود حاجات اخذتها من هنا عادي ولا لا مقاديرك بس بس مقاديري جت طماطم هنا طماطم ما طلبناها شباب النظافه والترتيب والحيويه والنشاط موجود فلفل اسود وفلفل طماطم هذا سجلتها هذه كلها فركشنا يا ابو ايش فيك بهارات وينه الملح ملح وين تحت ملح تحت الملح كله في نفس لا هذا ناخذه بعدين بعد ما يمشي هذا بعدين هذه بهارات زيت عندكم زيت الملح زيت مالك يجيك طماطم مستخدم عندك عندك بهارات عندك حطها عندك بطاطس يلا كوسة طماطم وين الزيت وين طلباتكم انتم تحت 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 خلاص تم طلباتكم وين هذه هي طلباتنا انا بقطع خلاص هذه طلباتك بعد ترى ما في اي طلب بعدها خلاص اللي بديت على الاول ما في اي طلب طيب لو اسجل الحين واطلب ها لا خلاص صارت على نفس اللي على الشاشه ايش اللي على الشاشه نعم ايش خلاص بطاطس هذا هو نفس على الشاشه كامل متاكد اي كامل يلا يعطيك العافيه يلا بالتوفيق ان شاء الله بهارات خارجيه هذه بعد بهارات متشكر حلقه تقصد مجوفه ولا دائري يلا تعمل جهز قطع طيب خلنا نمشي عشان ما اتوهكم أنا في سووها كيف؟ في سووها؟ صغار جبس صغار طيب يلا يعطيكم العافية شيل قدرك شوف هناك تحت هناك هناك قدر ولا ضغط يا ابو هناك هناك مغسول يا ابو علي يا سلام يا شباب غسل في سكين ثانية يا ابو علي عندك واحدة عندك معاك واحدة هنا لا ابي ثانية اصغر واحدة اصغر صغيرة انا يلا يا شباب يلا شباب والله شو المطبخ صراحة ما شاء الله تبارك الله وبوجودك يا ابو علي شوفوا الشباب ما شاء الله مبدعين اليوم وشوف في حماس ونتمنى رجوع اخونا خالد حامد بالسلامه ان شاء الله الله يرجع سالم ان شاء الله بمشيئة الله يعني ما فيها عباده اليوم لا في ما. في مقلوبه في مقلوبه عبد الرحمن في مقلوبه عبد الرحمن ونعم بك ابو علي ونعم فيك والله السكين تبيره حق الذبيحه ما هي حق بصل بالله وايل شوف ان السكين من عندنا صغيره طلع عليك امر لا ما في بلاش هذا يا رجل هذه تقل حق الذبيحه ما تقل بصل والله لا فاتح 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 تقدر تفتح الباب فاتح يا ود طبخه اليوم مع عبد الرحمن وعبد العزيز هذا دجاج مدفون وهذه المقادير اللي طلبوها قلت لي مقلوبه هذه المقادير اللي طلبوها هذه ما كاتب ما لنا غير كاتب هذه المقادير اللي طلبوها وايل هذا المجموعه الثانيه هذه المقادير عبد الرحمن وعبد العزيز دقيقه لا لا لا
يا ابو علي. وهذه حبيبي يقطعوا البطاطس حلقات قلت لي ويقطعوا الباذنجان والكوسه حلقات والبصل والطماطم والفلفل والصلصه والبهارات المشكله والدجاج. واتمنى لهم التوفيق وفي طبختهم اليوم والله يوفقهم ان شاء الله. عبد الرحمن، عبد الرحمن يا منيف، عبد الرحمن هذه مقاديركم؟ اي نعم هذه مقاديركم حقت المقلوبه. ايش اللي باقي؟ باقي الحاجات البسيطه. ايش اللي هي؟ والفلفل الاسود والفلفل الرومي والرز والملح والثوم. وش موجود مستشار كيف فيه؟ ايش والبهارات هذه هي اللي باقي؟ هذه البهارات. البهارات عندك؟ جميل. وهذا فين؟ وش طيب ما مقادير المقلوبه اللي طلبوها الشباب؟ باذنجان، كوسة، دجاج، بصل، ثوم، بهارات مشكلة، زيت. جميل. هذه مقادير اللي طلبوها الشباب المجموعة الأولى، طبعا المجموعة الأولى وبطاطس. هذه المقادير اللي طلبوها هم الشباب. شوي شوي حبيبي. أبي أشوف البهارات اللي هنا. بهارات شوي. البهارات شوي. يلا شباب. يلا. الله يوفقكم إن شاء الله، أتمنى لكم التوفيق. يا هلا وسهلا، حياكم الله. المطبخ لكم يا شباب. يعطيك العافية أبو علي. بالتوفيق إن شاء الله. بالتوفيق يا هلا وسهلا فيكم. هلا أبدأ في الكشنة. براحتك حبيبي. وين رايح؟ المطبخ لك. وين رايح؟ راح تاخذ لك. تطلع عليه بعد تروح. يا هلا وسهلا والله. طيب عبد الرحمن حيا الله الشباب. هذه نقطعها طويل شكل دوائر. يا مرحبا النظافة يا شباب. شوف يا منيف يا عبد الرحمن عشان بعدين ما تقولوا ترى أنا حخصم النظافة إن شاء الله حصل قطعة منديل. أبشر النظافة يا شباب. عبد الرحمن عبد الرحمن النظافة النظافة. أبو علي ما عليك النظافة منظفين بدون بس مطبخ ما عليك أبو علي. الله يوفقكم إن شاء الله. العين شغالة شغالة حبيبي شغالة. طلعت الزيت. يا سلام يا سلام يا الشيف منيف. الله الله غطى عليك أبو علي. والله غطى عليك يا معالي. بسم الله ولد الحمسه سم غطى عليك. شو مشيت والله اتمنى لهم التوفيق. والله بالتوفيق ان شاء الله. شو التكتيك كيف؟ شو البصل كيف؟ لا بعد راسي والله يا ابو علي. هذا هذه يا سلام شو تفنن بهذه اما تجي على صح ولا لا؟ على راحتك. بنحط اطوار. الرز وين يا ابو علي؟ ما في رز. ما عندنا. شكرا. ابدا ابدا روح. الله الله ما في رز. ايش مش بيسوون الحين؟ ايش عندكم طبخ اليوم؟ ها؟ كشن. ايش عندكم يا شباب؟ مدفون. مدفون؟ يلا يعطيكم العافية. يا سلام يا سلام. شوفوا الشباب ايش قاعد يسوون. يا سلام يا سلام. هذه هي سكين الذبيحة. جيب له صغير. ما لك التوفيق والله شباب. صراحة انا شايفكم مبدعين والله شباب. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. يا سلام يا سلام يا سلام. ايه ما يبكم الله يجزاك. ايه اسمع كشن بثوم. عبد الرحمن اشكرك صراحة على البرنامج حقك اللي البارح. الله يوفقكم ان شاء الله. كشن بثوم. ثوم وطماط. معجون طماط. سويت الزيت الله يهديك. اقل الزيت يا ابوي. وين القدر مالي؟ عندك هنا في قدر وفي تحت قدر. اللي تبغى اللي تبغى. كبير ها؟ هذا كبير. ننقع فيه الرز نبي صغير ما في. هناك الطاسه الدرجو هناك. يا سلام. الرز يا ابو ملفاي. اطلع اطلع اطلع. يا ابو ملفاي اقع الرز. ابشر به والله يا منيف. وانت خلك على البطاطس والبصل والبصل. كما عودناكم دائما يا شباب ان فقره المطبخ تكون هي الفقره ان شاء الله المميزه والحلوه والمتابعين فيها يتابعون الاكلات اللي يسووها الشباب هنا المقلوبه والمدفون. واتمنى لهم التوفيق. يكفي انك انت اللي تقدم. يا هلا تسلم لي والله. يا هلا وسهلا فيكم. شايفك شايفك يا منيف شغال. شايفك ما شاء الله تبارك الله. وين طيب وين الرز؟ هنا حبيبي هنا. ابو علي الملاعق وين؟ هنا في السله هنا. شوف نفس كاسه جوتها. شوف عصفوري بلبل. هذا سداح. ايش سداح؟ نقول النفر تقريبا له كاسه ونص كاستين. احنا بناخذ كوبين.
كوبين. ايه بس كوبين. كوبين بس كوبين لا تكثر. الوقت يا شباب ترى عندكم وقت محسوب ها؟ ما عندكم فضل صح؟ طيب 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 يا طيب طيب يا طيب. في رز؟ لا ما ادري عنك انت اللي في رز يا ابو علي. ها؟ في رز؟ انت مدفون انت مدفون. مدفون ما في رز. ما في. طيب والله احفظ الله الفرد والسمن. حط البصل ترى نبي هزيج يا ابو علي. سم نبي هزيج. هات هزيج منك. مني انا؟ ايه. وقال سألت القمر الله ليش نور انطفى وقال لي من نورك يا ابو علي انطفى. اللي على شان بك دي تبين لي رجلي على حالها وانا على حالي. الله 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 يا عبد الرحمن. كمل كمل كمل. عبد الرحمن ولا عبد العزيز؟ اسميك عبد العزيز؟ عبد الرحمن. كمل. ما يحفظ الا البيت بجيب لك واحده. يلا نبغى واحده. يلا شباب يلا نبدا معاك. خاطرينا تضيق الله يرضى عليك. والله اني ناسي البيت. هذيك لكن حلقات. لا لا تقطع عادي. اسكبر شباب. طيب والله حاجات حلوه كذا حاجات عجيز حاجات والله مصاري شباب يعني. الحفظ يا ابو علي هو المشكله. لازم الحفظ. ليه ما جبت ليه ما كتبتها في ورقه ليه ما حطيتها في دفتر؟ والله العظيم ابو علي ليه ما جبت عندكم مطبخ اليوم؟ بغيتها من الاعداد امس والله عيب. اليوم المفروض عندك فطر مطبخ. ابو علي عندكم جهاز مصاري شعر حاجه حلوه يعني. ابو علي انا حنيت لابها. ها؟ حنيت لابها. طيب كان جبت لي قصيده سويتها كان حطيتها في ثيابها. نعم يا أبه البهي شاعرك يا جدع عن التقدير. الله وش يقولوا خفوق ممتلي شوق وحنية. الله رب فرضك كبر فرضك تعلم والزمن تعليم تعلم كيف يشدول الوطن لحن طارية. أحب الحب لو قسم على العربان بالتقسيم يكفي من سكن برض الجنوب وبالشمالية. جنوبية تعالي سولي في نزل المطر والغيم وعيني ذي سعودية وعيني ذي جنوبية. وعيني ذي سعودية وعيني ذي جنوبية. الله الله. يا سلام عليكم يا شباب. يا منيف شايف الشباب والله ايش فيكم كذا اليوم؟ ما شاء الله عبد الرحمن وعبد العزيز ما شاء الله مولعين في المطبخ والله. انا جالس اصرفهم عشان اخلص. تصرفهم؟ طيب يلا ماشي. بعدين نطلب نطبخ ونشتغل. يعني شباب ما شاء الله تبارك الله قوية ترى هذه يا منيف والله قوية. الهدوء يا سوق العاصمة. والله شوف الشباب ما شاء الله تبارك الله ومتحمسين وطابخين وشعر وما شاء الله تبارك الله. يعني كلام كثير. ف طيب اسمع تبي شعر؟ يعني نطبخ ونفعل بس برضو بالجمهور له عليك حق انك تسمعه من قل هو شعر. الله احد الله احد الله كان. الفرد الصمد كان الصمد ولعن الشيطان واي مشكلته حشر منها امحلك اعطني من هنا وانا معك يلا قل هو الله احد الله احد الله الفرد الصمد صمد ولعن الشيطان واللي بعد ينسى الجميل جميل الليالي علمتني على صبر وجلد جلد ما يرفاح الصدر فوح دلال اللي تشيل يا الله لا تبقى على الارض من الرديان احد ويا الله لا تغني ولا ترحم القن البخيل البخيل وجعل بنت اللاش ما تفرح بشوف الولد ولد ما نبي كثر العدد همنا شوف الحصيل حصيل حافظين المرجله وسلوم اللي تعد لا زهمنا من زهمنا رفعنا بشليل شليل غضبنا قلت جهال من في ذا البلد والرضينا قلت ما لهم على الدنيا مثيل فيل والشجاعه والشهامه ما هي كتب وسند وهبت من الرب والقوم نادرها قليل كلها مدة قليلة ونبقى في لحد ورجال الخالدة ذكرها بعد الرحيل. الله أكبر. صح لسانك. سلام سلام ما شفت منيف بعد. يعطيك العافية يعطيك العافية. علوم واجد اليوم. يا سلام ما منيف ايش عندك لنا اليوم؟ اسمعني اسمعني. يقول باذنجان ما لنا شغل فيه. لا لا لا.
افرح ما دامك مستصح متشافي. تشافي افرح ما دامك مستصح متشافي، غيرك يشوف الموت من حر ما فيه ما فيه. لا يحزنك عمر غدا لك وطافي، حزن على الماضي ظليمه الباقي باقي. واحذر تبين فيك ما كان خافي، همك وحزنك ربك اللي يجلي جلي. واحذر تبين فيك ما كان خافي، همك وحزنك ربك اللي يجلي. واحرص على خوة عزيز اسنافي، طبعك وفعلك مثله من تخاوي. واحرص على خوة عزيز اسنافي، طبعك وفعلك مثله من تخاويه. واحذر تكون بوصل الاقراب جافي، حبل الوصل شداه لا تخليه. واحرص على وعدك ويلزم كتافي، الحر وعده دين يلزم يوفيه. اتممت قافي وجاك متمام قافي، فيها نصايح على ذا القافي. يا سلام. لا لا لا، المطبخ اليوم كيف. المطبخ اليوم غير. شوف الحكم كيف. المطبخ اليوم غير. حرج. المطبخ اليوم غير يا شباب. اليوم المطبخ مولع. ماشي مولع يا شباب. والله اهلا وسهلا فيك والله صراحة. ما قلت شيء. شباب شوف. عطني ذي تكفى يا ابو علي. سم. عطني ذي. سم اهلا وسهلا. هلا والله يلا حيهم. مرحبا لي يا صراحة يا منيف. أسلم. إذا المطبخ جلس كذا مولع. ماشي. بس في تحديات يا شباب. طيب اسمع. أسمع. أسمع. هذه ما هي لي معروف الشيلة هذه. سم. حظم الضاق صدره ثم غنى قام يجدر عذبه اللحوني. حظم الضاق صدره ثم غنى قام يجدر عذبه اللحوني. يزرق الدمع جانا ومنى ساع ما راح ولا ودع. أزرق الدمع جامنا ومنا ساعة ما راح ودعوني. ما يعرف العنا غير المحنة والدواء يا سبط. يا سلام. اوه يا سلام يا سلام يا سلام. هاش ايش قاعد تسوون؟ غير خذ راحتك. اسم الدنيا مكثر لازم ورا من حمص. طيب الحين بحمص بس انا بشوف قبل حطيت زي تمام. يلا يا شباب زي ما سمعتونا وافرتونا بالشعر ابغى اشم ريحه البهارات. تعرف القزعي؟ اي شيء انا اعرفه. اي شيء انت بس ريحه البهارات شباب. ما شميت ريحه البهارات يا شباب. فين البهارات يا منيف؟ البهارات وين عبد الرحمن؟ البهارات اللي تشتغل يا البهارات وين يا عيال؟ البهارات يا ابو علي. البهارات وين يا عيال؟ ماني شايف من ريحه تجيك. طيب الحين انت شايف الريحه؟ انا ماني شايفها شامه. يا سلام عليك. ريحه المطر. ريحه المطر. ريحه المطر لفاح. ريحه المطر لفاح لي ساق ذكراك. ذكراك. ريحه المطر لفاح لي ساق ذكراك. ذكر الرفيق اللي به الموت قفى. ما ظن ياتيني مع الوقت شرواك. الوقت قد صفى الوفي صفى صفى. ما ظن ياتيني مع الوقت شرواك. شرواك. الوقت قد صفى الوفي صفى صفى. يا جي صحيح ياتيني من الناس حلياك. وليانا ما احتقد دمعي تخفى. لا تندرج قدام ذولا وذولاك. اليوم يا دمعي دخيلك تعفى. على خدودي واضح خط مجراك. اسقيت هالوجنات بسك وكفى. جاوبني دمعي ردني بكف يمناك. انا انحدر لا صار جفنك يرف. لا صارت الذكرى هي اللي تبلاك. انا اعبر شعيونك تشفى. قلت الحكي والرد ما يفيد وياك. بطلب اللي بالعطا ما يكفى. يا الله يا المعبود ما خالق سواك. ترحم من اللي بلحد قد تبه. شيخ الله يسلمك. صح لسانك صح لسانك صح لسانك. عبدينك هلا حبيبي. نجي على الكاز وعصافه صف الرجال زقرديه. صف الرجال زقرديه. صف كالناجم القزوي نطع على السجر هيبه. نطع على السجر الهيبه. يا لا 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 صف الرجال زقرديه. يا سلام يا شباب يا سلام. ليش تبكي عبد الرحمن؟ دموع سالت يا ابو علي من الحزن والفرق والهموم. ليش تبكي عبد الرحمن؟ عندي هموم يا ابو علي. ليش تبكي عبد الرحمن وانا موجود؟ من الهموم. ليش تبكي عبد الرحمن؟ ليش تبكي يا عبد الرحمن؟ ما لقيت احد الحين. ليش تبكي يا عبد الرحمن موجود؟ ليه يا اخي؟ اه يا ابو علي سلامتك. الحنان يا ابو علي فاقد. لا يا عمي. اي أيوة والله بكاك. انا ودي اضمك لكن اخاف اختفي. الو الو وين الملح؟ الملح وين؟ تحت حبيبي تحت. شوف انا في النص. هذا هذا
البعبع عندك من الناس اللي ايوه لا يا شيخ والله ترى بالطلاع لا لا هذا من البكاء والحزن من البكاء حزن يا اخي والله ابو علي ها حبيبي شفت البيت الاخير من قصيده ايش يقول اي بكتك ايه يقول والله البصل يقول كلها مده قليل ونبقى في لحد في لحد ورجع لخالد ذكرها بعد الرحيل هذا ذكرني باحمد شوقي ايش يقول ايش يقول يقول دقات قلب المرء قائله له ان الحياه دقائق وثواني فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للانسان عمر ثاني يقول خليك ذكر عشان اذا مت يذكرونك رايجي عبد الرحمن قطع اصغر من كذا صح اكسل اليوم جزمات سوي لي تبي حبيبي ايش صار ترى حلو احسن نص تجار لا سلام لا سلام هلا هلا والله هلا جاكم القهوه يا شباب ونقهويكم يا شباب ما لسه ما شميت ريحه البهارات والله ريحه البهارات يا شباب كثرت بهارات كثرت بهارات خلاص والله ما يجيب القهوه ورتب لازم يلا هلا عبري في طاس ماي طيب صلصه معجون ابو نحتاج معجون معجون صلصه ما طولت مقاديرك ما طولت هو هذا مسجل انت كنت مسجل كنا ناخذ غير مسجل قلت لا مسجل اخذتها سجلتها ايه شلون في الثلاجه جاهز ايه لازم لازم طماط ولا صلصه ولا معجون لازم موجود سم تفضل يا شباب قهوه الله يكرم خلاص يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام غير 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 المطبخ لك عبد الرحمن شيل الشحن هذه ايش 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 تسلم يلا يا شباب يا شباب يلا عبد الرحمن يلا عبد العزيز ما انا سامعي شيء يا شباب بس القزوه يصفي الحين نطبخ معنا يلا دور دور واحكي يعني ما الطبخ ما راح يردك على القصائد ما راح يرد على الشيلات على الشعر ما راح يردك غسل طاسه ما يحط مي بعدين من مي السخان في مي سخان هنا يضرب مي عمي عبي هنا مي طيب ها هنا المي لا 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 وين المويه حق الرز؟ استنى هذا خلاص لا هذا شغال عشان يسخن ها؟ 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 حط حط كله نبي نبهر الرز بعد يلا شوي يلا شباب يلا شباب يلا حيهم يلا حيهم يلا يلا يا عيال عطونا شيء الربع يلا يا شباب يلا شباب يلا شباب ما حياة نجوم كذا نطبخ حنا يا محمد النجوم يلا يا شباب يلا يا شباب منيف عيون منيف عبد الرحمن سامي عيونك ايش قاعد تسوون؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام اطلب من المخرج يعطيك نظرة هنا بالله لسه نظرة بالله هنا واحدة هنا نشوف الطبخة اللي قاعد تسويها منيش جهز ما شاء الله تبارك الله بسم الله ما شاء الله لا دقيقة لا مش في هذا لا لا دقيقة هذا مع المويه خلينا نحمس الحين يلا يا عبد العزيز قاعد تسوون هنا بالله احنا ننتظر طبخة الشباب ننتظر المويه تخلص طبخة الشباب يا سلام بيحمل يا اهلا وسهلا يا مرحبا يا مرحبا محمد يا حي يا الله حي ابو حامد ارحبه وارحبه ايش قاعد يصير بعد حي الله الشباب انا ربيز وشغل ربيك يا ابو حامد كيف جاء اهلا وسهلا مرحبا مرحبا ابو حامد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام مرحبا حي الله ابو حامد ارحبه وسهلا سلام عليكم هنا الله يسلم سلامك الله يسلم كيف حالك طيب اشغال الدنيا تعرف كيف حالكم يا شباب يا الله فاتك الله فاتك حتى عيوننا دمعت عليك جانا الاخ خالد حامد وصل بالسلامه والحمد لله عشان مخلاف يا ابو حامد بس خالد عشان مخلاف جبت لي جبت لك عصفور يا ابو علي يا سلام يا سلام جبت لك عصفور يا ابو علي عشان ما تقعد تشغلنا وتقعد تلعب به ايش رايك فيني يا ابو علي انت كلك زين
كلك زين كلك زين ايش تي كلك زين كلك كلك حلا كل ما يجي مك كلك حلا كيف حالك الله يسلم حالك ايش سويت اليوم من خويش اقصد خويش والله قدام عينك ابو حامد شايف كيف ما شاء الله شايف عندهم مقلوبه الدجاج وهذول عندهم مدفون مدفون هذا المدفون هذا المقلوبه ها مدفون لا مقلوبه مدفون اول شيء اصبعي اصبعي ايوه ايش سويت الحين خليك من خويش ذي كلها حبيبي مدفونة ولا مصروخ ما ادري ايش اسمها مدفون 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 كيف الحال هذا باقي رئيس بلدية ذا الله لا يشغلنا الا في طاعته عسكرتي عسكرتي عليك ان شاء الله والله عسكرتي عليك عسكرتي 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 ان شاء الله والله عسكرتي بالله خليني اضحك تكفى والله باقي رئيس يا قلال خاتم والله باقي رئيس والله باقي رئيس فين الايباد فين الشغل فين هنا 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 فين الايباد فين الشغل فين العالم والله يا ابو حامد ابو حامد اه حبيبي شلونك عساك طيب الله يبارك فيك والله يا مرحبا مليون ما قصر مسك مكانك صراحه ما في والله ابو علي والله ما يحتاج ابو والله والله مبدع والله يبيض وجه ابو علي والله بيض الوجه شلل اللي شاهدين الاعزاء الله يسر اموركم وييسر عيوبكم ويحفظكم من كل شر يا طوال العمر سلامه هاشتقوا في الهاشتاج ارسلوا كل شيء في الهاشتاج هاتي كل شيء الحمد لله على السلامه ابو علي عليه انت الباقي عليكم اعطونا اسئله اعطونا حاجات حلوه كذا الباقي على ابو علي ابو علي ابو علي علاج عندي ابو علي الله يحييكم يا شباب ايش الفرق بين ايش بيسعيلون كذا ايش الفرق بين المدفونه ولا معصوده اللي قلت هذه مقلوبه 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 مقلوب معها رز ومع هذه ومع شفت ضربات مقلوبه كامله والمدفون المدفون الحاله يعني كيف الحاله دجاج مدفون يعني دجاج انطبخ الحاله والرز الحاله ما في دجاج ما المقلوبه فيها دجاج ما فيها رز هذه هذه مقلوبه الحاله هذول هذا المدفون يعني بدل في ناس سووا في الضغط في ناس سووا في قصدير في ناس سووا في الفرن لا عدد هذا لك اللي يحطونه في القصدير على الفحم بس هم ما في فحم يا أخي مسكين الفرن 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 يا شباب الفرن كذا يقولون باقي الشباب يقولون باقي جت اللقافة كيفك يا مساعد الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة مساعد كيف حالك اخبارك طيب كيف حالك طيبين خلاص ابو علي انت صادق كنت جالس على الكرسي دي والله ما قلبته خلاص عليك حرام ما جلست حرام ما جلست حرام ما جلست مع الشباب لعب ولعب ما قدرت لا رقص وفله وما جلست لا قزوعي صفين قزوعي 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 صفين طيب كيف الحين انا ترى انا ترى ما كنت بجي اليوم عرفتوا لكن جيت عشان حاجه شو يلا انا جيت عشان حاجه يا حبيبي ما تبي تفسخ اللي عليك هذا ايش انا الخضرات بالله ان شاء الله يا رب حبيبي والله ابو تركي يا ابو حامد الله يبقيكم ايش حالكم يقول لك عبد الرحمن المطير مثقف ما شاء الله يتمتعنا باسلوبه في عرض القصص يا يعني ريت كثر من هذه الجلسات وسوالف الهاديه وانتظار مشروعك باذن الله المشاريع ذي اللي جاي يقول نبغى مشاريعكم يا شباب هذه الفكره ابعدوها من روسكم الليله واذا قلت الليله ذا البرايم والله ما احد قد بدا في مشروعه اسالوني واذا قلت الليله انا يا رجل والله اني اسالك والله يوم جاي بعد حتى ما سلم زين ولا يعطينا وجه ايش حالك طيب صدق عاد ان ابو علي على ان السمين ما شاء الله واكثر منك رشاقه انت على طول جلس هو من اليوم حركه ما جلس قلنا لازم يخفف هو سم ابو حامد سلمت الله يستر امر الله شيء ترى قبل انا ترى الله يكرمك عاد تقهوى ابو علي صبيت جعل بالعافيه يا مرحبا يا اخي تي من هذا السداح حقي من العصافير اللي تمسك باليدين اي امسكه والله من عض خالد انت هذا ابو بي بي كيوت ايش فيه ترى هذا بدر المطرفي واحد بي بي كيوت هنا طقطق عليه والله والله يعطاكم بدر من هو والله اشتغل ما شفت الطقطقة يا هلا باللي عود واحد ينشد عليها شوف كيف يغرق ترى انا اكثر شيء حمسني اللي جايه المطبخ شوفت وجهكم هذا الحلو الله يسلمك شوفت وجهك قالوا عبد الرحمن ومنيف واثنين التوأم موجودين صدقنا بغينا نطلع يوم قالوا خادمهم جاي لا 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 بغينا نمدح ابو علي الا لا ابو علي لكن انتم تكملون هدى شيخ تسلم تسلم هدى شيخ يلا ابو علي اشبه يلا عطنا قلت من القزع صفين انا والشباب قزعناها قزع قزع خليني اضحك
تعال يا تعال قوزع قوزع هذا اللي جاب القوزع هذا ما موجود في المطبخ لو سمحت لو سمحت ايش اسمه ايش اسمه امساء ايش اسمه المطبخ ها يلا حيا لا يا المطيري منيف الطبخة مو بكذا يا خاطري لا والله عليك عبد الرحمن قول لنا موقف محرج لك في حياتك تعليني ترى شعني لك ابو حامد شعني لك انت ابشر تفضل يا حبيبي شاهيك يا وجهك ذنا مرة ما تخلي تاخر شوي اقول ما شاء الله تتشابهون من قبيلك جاهز عبد الرحمن جهزوا مواقف محرجة يلا انا ادري موقفكم واحد لكن نبغى موقفين دورنا موقف محرج يا منيف انا ابغاك في موقف محرج بعد شوي ابغاك في سؤال محرج بعد شوي هلا حبيبي يا شباب استمروا انتم مبدعين بس حافظوا على رصدتكم وانتبهوا من الخصومات والبرايم جاي باذن الله منيف نبي امسية شعرية سمعت ومشي شعري يعني انتم بندفنا الشعر اللي تحسون ما ادري انا عنك شويه شعر تبشرون بعد ان شاء الله الليله اذا شاء تفضل والله يا ولد يقول مقلوبه ما هو كذا يا ولد يقول مقلوبه طبحك الله سميه هو خذها على طول موجود حبيبي هنا تفضل الله يستر عليكم اول شيء يقولون انتم المدفونه ما هو كذا وانتم المقلوبه يقولون ما هي كذا ليش ما ادري مخترعين اختراع جديد المقلوبه ما هي كذا هذا كلهم المقلوبه ما هي كذا المقلوبه صارت مضغوط خلهم يجون بدلنا قوزعي على يا طيب كذا تجي المضغوط عبد الرحمن المطيري جمهورك معك انت مبدع بس حافظ على رصيدك الرصيد محافظ عليه كل المتسابقين سوون حفله لابو كاتب يمكن الحين عليهم شو اللي يحافظ على ورقه اريد اوراق قد اللي الساعه الحين اتريع انت من هو يا اريد الاوراق يا رجال ترك الشوط انت عندك حركات اطفال ما تقبلها عبد الله لحظه خالد خالد الرجال هذا الرجال هذا في مطبخ صح؟ ها؟ لا في فقره رسميه اسمع انا اللي دخل فيك لا تكلمني تجي عندي اوراق اهم من ذولا كلها عندي اوراق يا اخي انت طفل تدري انك طفل حركات حركات اطفال لا تقول طفل لا تقول طفل حركاتك حركات اطفال لا تقول طفل يا عبد الله معليش ضيع ضيع اوراقي ضيع اوراقي ما تحصل الا من الامارات هد هد خالد حامد خالد حامد ابو حامد حركات اطفال ابو حامد معليش ما في اطفال طفل خالد خالد ترى من اول تحل حاجه جوا تعال ادري عين ايش بكل الفرن هذا مخربه جاهن من نص البرنامج شو بكل هذا الرز 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 ايش بكل هنا ايش بكل هناك فوق 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 ايوه يلا اقلبها قلب اقلبها ايوه اقلبها ايوه يلا ايش بكل هنا ايوه يا سلام ها الفرن جوا عندكم حامي يلا اذا اشتغل خلها اذا بعدين نرخيها 200 عزام شاهدين ما تشايفين الشباب شغالين وما أدري إيش حصل مع الشباب هذول أو إحنا سلقناه شوية ثم بنحطه هذا أنا ما أدري عنكم إيش قصتكم أنا ما أدري إيش قصتكم أنتم حيا الله أبو حامد الحمد لله السلام عليكم حبيبي كيف حالك ما يواجد أبشرك عساك بخير ما يواجد يا أخي نبغى قصيدة الحظ من قوم عن الناس بيتين إيش يقول فيه أشهد أن لا 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 ما هو بوقتك مع احترامي لك حطيتها بعدين ما اسمح لك تقول طفل ها؟ ما اسمح لك تقول والله طفل والله طفل ومخك رايح في عينها لا تجرب الكلام عبد الرحمن خلك لحظة لحظة خلك وش اللي طفل خلك دقيقة دقيقة ابو علي بتفاعل بسولف معي خلك مطبخ بسولف معي يا ابو علي بندفنا تعال تعال بندفنا تعال يا حبيبي حبيبي انت في خلنا نعلم انت تعال تعال اصبر بروح على حاجة خالد طيب اي هاي تعال روح على علمك حاجة تعال يا بني من هنا من هنا من هنا حامد تهدر انت يا حبيبي تعال بندفنا صاحي صل على النبي احنا في فقرة يا اخي طيب انا من اللي يا اخي ما هددتك بالحلال لا والله يا ابني تعال تعال لا تكون طفل ما اسمحك تكون طفل صبر والله طفل وعشيفة التجربة الطفل اعقل منك الله يستر عليك وروح لمكانك صبر غرفتك صبر لا تدف طاح غرفتك يا ولد لا تمد يا ولد لا تمد وخر هناك لا تدف راح غرفتك لا تدف راح غرفتك زين لا تدف
انا جيت افارح لا لا تدف يا ولد لا تدف يا لا تدف خلاص لا تدف يا ولد ما انت بصاحب حركة اكلات مال صبر 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 منيف 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 لا لا ماني جاي صبر 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 منيف منيف خلينا نتبع منيف خلينا نتبع ها طالبك انا طالبك انا طالبك عشان خاطرك ايش السالفة انا طالبك صاحي ولا مجنون سؤال انتم تمزحون ولا صد حدري عنه يبي الاوراق وش يبي بالاوراق تعال 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 عبد الرحمن تعال ما هو بوقته تكفى بصراحة تعال الله يرحم والدك الا وقته تعال تعال الله يرحم والدك تعال خلك طبختك تبالغ ماله انا مع خلك انا والله اني معك يا ابي اوراق يقول طفل اوراق هو اللي مضيعها بها ايوه 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 لكن تعال سم هذا المسح ولا جد الصدق خلاص 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 انا حرفت مصيبتك خلاص صديقي العزيز هذا ذاك اليوم سمي ابن المقلب هو فعلا تهاوي شيء قدامه انا والله ارد لكم انا ما سويت عليك والله الذي لا اله والله هم اللي سووا والله انا والله ارد لكم في نفس والله لو ذابحون اني ما اقرا بينهم والله يعني تدري اليوم هوشه هذا القريه هذا ذكر المقلب مين انت خالد بندمنا يعني دحين سويت بندمنا ما اتمنى هذا علشان انضربه فهمت بس جيت خطبت حد والله الذي لا اله اني انتظر تتفارشوا تذكر يا مبارك تحسبني بفارق بينكم والله ما فارق تذكر ما تبغى علي تشوف المقلب بندفنا وانت عبد الرحمن قاعد الحين سويت مقلب اي من نفس مقلبكم على خشمي عبد الرحمن المقلب هو مقلب هل استفدت وكسبت شيء من ناضج ولا لا؟ انا ابو علي بندفنا صديقي الله يستر عليك خربتنا جابوا صديقي تعال اسمع علاج من عندك يا منيف يا منيف علاج من عندك ولا شوف المحلة لا 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 شيخ خطير انت دخلت ذاك اليوم اسحبني داخل وطلبني طلبه طيح على شلون اقول لك اقول لك انا فكني منك ما وقتك انت وقت مشاكل صح تحسبني مصدقي لا مو كذا بس هي مو صدق خالد حبيبي يا ولد انا شوفي عادات زد رصيده كلها هواش شفتك هواش رقم 16 رقم 20 قلت خليهم يذبحون انا اتفرج طيب تذكر يوم ما في شيء غريب اصطلوا يا اخ بلال تذكر حلقتنا تذكر حلقتنا لو بندفنا ما تهاوشت انت بعلي ما تهاوشت انت بعلي سويتوا لنا مقلب ما تمقلب ما تمقلب اي مقلب لا لا انا ما تهاوشت انا يلا ما تمقلب يوم زعلت حلقتنا يا بن دفنه خليها يسوي مدفون الله يرحم والديك يا بن دفنه دخل امس قام ردها لهم قلت كيف بن دفنه يطارد ورا الكاميرات عارف انها الحركه زين شنو راح بيسوي يبغى من تحت يا سلام خالد حامد في ابداع انا يا خالد ما ايش سويت انت وعودوا يا اخي خوشوا علينا ذا دفنا وجه نمله ما تقيمون بعض انا اول مره اشوف نمله بعارض هذه يا خالد علاجك عندي يمكن تقلب الهوشه اللي من دفنه وبين علاجك عندي هذه شيء يا شباب هذا مدفون مخرجنا حبيبي خلينا نتفرج هنا من المحرج مدفون بلا الصينية ولا لا قصدير الصينية جوا صح؟ لا بس هذه الصينية حطينا عشان رخص كذا الله ما شاء الله العظيم يعني كيف نعرف نطبخ؟ ان شاء الله نقول ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله ابو علي يعطيكم اليوم 400 باح القسطي باح القسطي طيب اعطنا القصيده يا منيف بعد يا بان هي البيتين اللي طلبتها قبل شوية سلم هي بيتين يقول فيها ايش؟ شغل كبير انت كبير انت كبير اقدم على وظيفة وكذا سلمت ولا اضبطت معي وانا عارف انها ما اضبطت الا من الحظ بلحته سلمت قلت الا يا قوم الا يا ليت الحظ الا يا ليت الحظ من قوم عناز الا يا ليت الحظ من قوم عناز لجلا تخيبه وارفع الصوت تكفى تكفى ليتها من اللي تقف الكل المعتاز ويلان والويلان ما هي بتخفى تكفى سلام صح لسانك صح يقول لك مقلوبة المطيري ومنيف صحية وهذه الطريقة الثانية المقلوبة هذا احسن تغريدة وصلت يعني تمام مقلوبتهم لا نجي مثل ابو علي لا احد يقدر يسوي بدون بيض اجل لا تفقع وجه المسكين هنا شي ابو تفضل اللي قال لك تفضل انا قلت انت ولا ابو علي ابو علي ما في ابو علي انت في الدنيا يا ابو علي لا والله هيا خلاص انا ان شاء الله اذا جاني مولود حسميه على اسمك خالد حامد اتحداك ان شاء الله اتحداك ليه يا اخي لا
والله اني اتحداك بمشيئة الله. انا اوعد اذا جاني شيء ترى باسم خالد حامد الشهري كذا. خالد حامد الشهري مركب هذا اسم مركب. لا يعني خالد ابن حامد هذا سميه خالد ابن عبد الله. ونعم ونعم ابشر بالسماوة. خلاص اسمع الرجال من ايش؟ من احد يزعل من قلبه؟ خلاص انتهى. طيب قلبي انشدوا له مولانا يلا الحين. لا والله عزيز وغالي تفضل. ما انتوا طبخين يا ابو دحم شفت انه موقف كذا صار لك احرج في حياتك ولا ما توصل للموقف؟ كم ساعة كم ساعة هم خلني استحضر وجهي. استحضر يا حبيبي قبل موقف المحرج. عيوني انا قلت اول قصيده عاميه الحين ابي قصيده عربيه فصيحه. إيه؟ يلا اربع ابيات عطل فصيحه. هذه طويل العمر بن زيدون اللي في الاندلس. مولانا يا مولانا يا مولانا واختموا علينا وخربوا قصيدتنا. سلمت يا حبيبي. ابن زيدون ذا يا طويل العمر بينه وبين اولاد المستكفي قصه. المهم جاء بن عبدوس وخرب عليهم. ابن زيدون وابن عبدوس كانوا من اقوى الاصدقاء بينهم علاقه وطيده. سلمت. ويوم دخل العرض عليهم صارت عداوه مستحكمه بينهم خربت العلاقه علشان الاولاد بنت مستكفي. طيب كل يبي ولاده بيتزوجها. اها وخربت بينهم مشاكل من زمان عشان ولاده عشان من زمان وقفت علينا من دبنها. الله فرق بينهم العلاقه الوطيده صارت عداوه مستحكمه وصار يعني صارت عداوه وكل واحد يسب وبيذبح وبيقتل ويهدد. سلمت. المهم طلع بن زيدون قال قصيده احفظ منها اربع ابيات يمكنها ما تفهمها يا خالد تبطي عليك لانها مفرداتها قويه لكن شوف القوه والشجاعه. يقول اثرته زبر الشرى اذ ربض ونبهته اذ هدى فاغتمض حذاري 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 اثرته زبر الشرى اذ ربض ونبهته اذ هدى فاغتمض حذاري حذاري فان الكريم إذا سيم خسفا أبا فامتعض وإن سكون الشجاع النهوس ليس بمانعه أن يعض. أعيذك إيه أعيذك أن ترى من زعيذا وتري بالمنايا انقبض فإني ألين لمن لان لي وأترك من رام قصري حرض. يقولون ابن عبدوس خاف وانحاش وخله من القصيدة. أولها تدري وش يقول؟ يقول أثرت هزبر الشرى إذ ربض. هزبر إيش؟ الأسد. الشرى الغابة. يقول أثرت الأسد كان رابض وهذه الحين اثرتني ونبهته اذ هدى فاغتمض. عقب ما كنت نايم الحين اوريك الشغل بيني وبينك الميدان يا حميدان. وقفت علينا بنت دفنه ما عندنا الا الهياط عشان اوراق عشان اوراق. اي هذا الراي يجي صح. ما ايش يقولون؟ تجرطني ما قلب واضحه واضحه. تدري ايش يقول هو؟ تدري ايش يقول؟ بالله المره الجايه اعطوني ذاك الاسود الكفر. اكشفت الشباب لازم يتفرجون. لا انا ما اتفرجت. حاضر حاضر. ترى ايش السالفه فيه؟ سالفة ان الرجال يقول لي يا خالد الاوراق انا جايبها من الامارات. والله من الامارات يعني ما في تعويض لها. قلت يا رجال تعلم الشيطان الدنيا بخير وان راحت في القريه ما بتطلع من ذاك البحر. ابو محمد انا ما ذكرت ابن دفنه يقرب زد فرصتك ولا بزد رصيدك. ما اذكر يوم لقيته يا اخي الا بالقران. سلام هلا الله حيك. الا بالقران يقرا عند حلقه الذهب ويخوشها. كم شيء يقول عندي برنامج. قلت يا ولدي يمكن متحمس الرجال ومضبط له اسبوع وجاء وذا خرب عليه. ما انا قلت مشروع يا اخي مشروع. انا والله الذي لله ما طرى لي فارع. تعرف ليش؟ ما توقعت ليش من ليه؟ والله ما فارع ما توقعتك. كل يوم انتم في هواش في الهواء. لا بس ولا تعال 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 هنا يا ولد. هم حد انت ابو كاتب اعلمك حاجه. هذاك اليوم ايش اسمه الحين انتم طلعتوا يعني بتضاربوا. والله بدي ايش المشكله؟ انا يوم قاعد اتفرجيكم قاعد اقول يا اخي هذا عمره فوق 30 وذا عمره فوق 27. ايه يذبحون قدام الهواء. والله براحتهم قدام الشاشه ما هي من التربيه. ايه براحتهم. انت خفت انك تفرق و... والله ما فرق. والله ما فرق. عبد الرحمن والله ما فرق. جابوا علي وقف ما الوصل. ايه تدش خلاني اجي من دفنه جا كذا راقد. انا قلت حصل رجال وعبد الرحمن يا اخي جيت ناس ما يبغوا يضربوا. ايه ما هو مندفع. بعد عبد الرحمن يدفوا راقد راقد. عبد الرحمن يسوي كذا راقد وزت راقد. قلت له بسخ عبد الرحمن كف بيشيل العارض. والله شفت جاك خلاص جاك كف جاك كف جاك كف راقد جاك القطره كذا راقد. يقول عبد الرحمن ليش قاعد يلعب؟ ليش ما يطبخ مع مني؟ والله ما ترى مو يلعب مو يلعب. انتم ايش فيكم كذا مره؟ وما يلعب هو قاعد يقرا التاج يقرا التاج معي. والله عاد مولانا نقدر نختم عليه. والله الطبخ والسنع عنده. لا والله لا احنا نختم ختمات بس بسيط. شرب كل الناس ما صدق. شوف ها
والله أزين شيء التغريدة اللي جت الأخير هذه طريقة جديدة بالمقلوبة طريقة جديدة والله دعمتنا أبو حامد دعمنا خالد شو ما تنبه زمان وصغير ها لا يا رجل تكفى انك وجه بالصور تكفى طالب طلب شيله تكفى طلب شيله حطنا على المتنبي تكفى طلب شيله طالب طلب يا اخي اللي يطلع من دوني منين يجون راجع انطشيله ترى ما تحمل ما تحمل وجهك بديت اتعب نفسيا يا اخي اخرب وجهك شوف يا اخي احس وجهك حلو لا هنا انا حلو بس ما بيك تشوفني وانا صغير عشان الحين عندي هيبه لا كان كويس والله تمام ايه تفضل انا مشكلتي كل صوري معصب فيها كل صوري معصب ما ادري ليش غصبيني ولا ايش السالفة اعطانا صدى عشان يستمتعون الرقدي بسم الله فارس بيقوم بالحين يقول ما بس حطيت مزيد يلا مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا 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 يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا اغفر خطايانا واحفظنا ورعانا اغفر خطايانا واحفظنا ورعانا وزدنا إيمانا يا مولانا وزدنا إيمانا يا مولانا خلق البهاء والجمال بعث محمدا بالرسالة خلق البهاء والجمال بعث محمدا بالرسالة كون التلال نصب الجبال كون التلال نصب الجبال دفق الغديرة والشلالة دفق الغديرة والشلالة مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا 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 يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا الله عليك الله نغمتهم والله حلوه ما شاء الله تبارك الله يقول دويتو خطير من الشباب من يقول يقولون لكن تقدرون تبعدون شوي عن بعض لا تدري عن مره خفيفه تدري عن الغام دي سو امس قاعدين يقولون يا اخي التوأم ما نبغاكم مع بعض واحد يجي مع واحد المهم الرجال يوم جاي يسحب القرعه سحب المجموعه الاولى منيف ثم قال الله يستر لي يجون التوأم سحب منيف مسحب عبد الرحمن معه يوم يجي بعدها سحبني انا وياه سو بدون ذا قرعه تدري شلون؟ ما دليل على انكم القلوب جبه الله لا يفرقكم يا جماعه الربيع فصل توا علشان يرجعون طبيعيين وراح الربيع خلاص ولا يا منيف يقول لك الجانب الفكاهي يعجب جمهورك ابشر بس تفاعلك هاليومين خطير وجميل استاهل وجلسه مرخان وصير تفوز صليفيك مرخان وصليفيك تفوز باجمل جلسه يا سلام كثروا من الحاجات ترى المشاهدين والله يحب الحاجات هذه ايوه انا قلت لك المره الاولى يحبون القصص صح ولا لا هب لهم قصص وانت هب لهم يعني اعطهم يعني هب لهم الله في القران الكريم قال هبلي الناس يقولون ايش هبلي يا خالد ترى الناس كلهم ما يفهمون ايش معنى هبلي انا صالح الزيري في كتابه وانت عندك قران انزل اثنين التوأم ما شاء الله الثنائي جميل لكن لازم تمتعون الناس لازم تعطون الناس حقكم في الشاشه لا يجي الواحد يدخل برنامج بعدين يطلع من البرنامج يندم على انه ضيع كل لحظه وكل ثانيه في هذا البرنامج والله. حبيبي منيف واجد ايوه منيف يقول لك نبغى نسمع منك البارحه يا حسين مركاي كوعي طيب هذه قد قلتها في البرنامج إيه؟ نبغى حاجة حصرية يا منيف نبغى حاجة ما قد قلتها في البرنامج بعد طبعا أبو كوعي يقول بعدها بعدها المشكلة عندي أنا عندي مفاجآت في الجمهور في الليلة الشاعرية الزينة اللمسية الشعرية اللمسية الشعرية أجل خلها اللمسية الشعرية وأعطنا ذي الحين أبو كوعي شغال تمام أعطنا أبو كوعي يقول والبارحة يا حسين مركاي كوي من العشاء لنا
أذان الفجر يا حسين ما غير سالي خاطري بالدموعي مثل الذي من يقضي الدين بالدين كل السباب طير حسين لطبوعي يا النادر اللي شوفت تطرب العين أقف ورا خرب مصدر جزوي مذير وردفت من عقب طيرين ليته مواد عن سواته الله أكبر ليته مواد عن سواته المحبين ومن مجرى يا حسين قلبي قانوي لو كان عقب خاطري صاير شين سلامك سلمت صاحب الصوت الله يسلمك والله اني دخلت جو الاحساس الله ليش جايب الصورة من هذا الصغير هذا حمود ولد اخوي محمد محمد ولد اخوك متى كانت هذه الصورة كنت في امريكا لا والله القصات الحركات الحلوه هذه لو شفت ليش اللوكات ما نشوفها في القريه؟ تبي بدوي جيتك بدوي تبي لا 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 انا ابغى زي اللوكات هذه الحلوه نشوفك فيها في القريه ليش؟ والله قل ليش؟ ليش؟ انا اللي شاهدني تفضل ابني اللي شاهدني والله خليت مع عمرو من زمان عن سلمت يا حبيبي اللي شاهدني فئات شيبان صغير كبير صغير كبير صعب اطلع باللوك هذا ينقد علي شايب يا سلام ومع ذلك يعني اكون على الخطين بس محترم يعني تشوف ان الناس تنقد اذا لبس كذا بعضهم ينقد طيب بعضهم ينقد انت اذا لبست اللبس هذا مقتنع فيه؟ انا اقتنع فيه بس مع ذلك راعي اللي مشاعر اللي يشوفني حلو انت راعي لكن في نفس الوقت لازم ومع ذلك اسمعني عيوني انا لو تلاحظ تسلم عيونك انا لو تلاحظ ظهوري ما يكون طاغي حضوري البدلات ولا هذا اي لكن اقصد يعني كشطحه يوم لا عادي تجي امس قبل امس شطحت تقريبا امس شطحت عادي تجي شطحات ابو ساعه ساعتين ما عندي مشكله الغنم اخذتها وانا كاني اهنيك والله اهنيك هذا احترام المشاهد باقي الناس معلقه على الشباب لي زد فرصة واحد منهم قال عمره 20 وقال ذاك اليوم في المطبخ عمري 23 قلت 3 ايام مدري 4 ايام قلت عمري 19 صادق احد قال لي عمرك 19 حول من الشيطان يا عوان مكيس فويته تمام تمام يقول لك ما شاء الله على توأم اصواتهم رهيبه في توأم مر يوم ما لقوهم ولا انا ماتوا شو النكته؟ ما هي نكته أنا استعجلت قراتها يقول في تواب مر يوم من الأيام ما قالوا مولانا ماتوا أنتوا دايما تقولونها؟ لا ما هو دايما قلنا مرة بس أقول لك حاجة العيال صاري يطلبونها صاري إيه يطلبونها منكم حتى حق المطعم والله أدخل والله إي والله أعطينا واحدة ثانية أنا أذكركم زمان كنتوا تقولون حاجات على المسرح تكسى علينا ها يلا أنا حاجة دوتيات دوتو يلا تكسى علينا تكسى علينا يا زمان الطفولة الله يا ما لك يا عشق الأطفال صدق النوايا والقلوب معسولة من دون لا شك ولا هام وامان في أي ساعة نجتمع في سهولة من دون ما نسقى من الناس الدار نبله ونضحك والصعاب حلولة نحكي قصص بين المحبين تنقل
اصوات صاحب دق. وخالد وصل للشيف ترى كلنا شايفين قاعد يساعد التوام ولا وشرف المدفون، وليش ما يساعد مجموعة ثانية؟ ابو علي تفضل. لا 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 ابو علي والله ذا كانوا قاعد يشوفوني اشش، انا ما قلت لهم قصتي ولا جبت قصتي ولا نهايه قصتي. والله اول من جي واحد تكلم اول ما جاء كان برا وجاء الشباب. انا ما قلت شيء، انا ما صعدت احد مره من هنا قال قصتي. عرفت يا خالد؟ هم اللي اخذوا قصتي؟ اي هم. يعني انت ما علمتهم؟ لا ولا شيء يا ابو علي. لا 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 قد الثقه ابو علي. اجل مساء. لا انا اعزائي المشاهدين ناخذ فاصل قصير نرجع ان شاء الله. طبختك اعتمدها لو ياكل يدينه بعدها من ذاك. يا مرحبا اللي ترحب المطر، مرحبا مليون، الله يحييكم من جديد في مطبخنا وفقرتنا زد بهاراتك مع الشباب ومع المبدعين ومع النجوم في مطبخنا اليوم الجميل. عندنا مقلوبه وعندنا مدفونه، الله اعلم هي بتنقلب بتندفن، ايش السالفه؟ يا خالد ايش سويت هنا يا ابو؟ الله الله الله. هذا الرز ها؟ وهذا بطاطس مقلي. اللي داخل هذا شو؟ ادام؟ هذا المقلوبه. ادام المقلوبه؟ ادام المقلوبه. الله عليكم. بتقلبون في ذي ولا في ذي؟ لا نقلب في ذي. طيب يقولون يا توام الصدق الصدق ما عاد ابغى اسالكم هذا السؤال، كم اعماركم؟ مواليد 1416 عدهم يحسبوا. خلاص اجل 1416 وانتم احسبوا، اذا قالوا بكره في الهواء 1420 19 18 14 5 علموني انا اوريكم في الشباب. انا كم تعطيني يا خالد؟ انت؟ ايه 24 معلمك. ما انت معلم لكن انا اعرف الوجه. والله يا شو اسمه هذا الشباب يعطيني 30 29 اوي وش 24 24 حتى في مجيد مره استضفت انت في المطعم مجيد فوزان كاتبين تعليقات من عبد المجيد يقول مع قلت تصدقون عبد المجيد فوزان اكبرون عبد الرحمن مطيري عبد المجيد تخبر ملامح فريه هادي متى قالوا يا عبد الرحمن؟ قالوها عبد المجيد فوزان عاد كيف سمع منين شاف منين ما ادري انا ما اذكر اني سالت ذي السؤال تعال انت ما سالت تعلمي بس انا مغرب انا والله اني عرفت اني جبت العيد فلذلك حاولت اسحب الى ما يمدي اسحب راحت خلاص جبت العيد خلاص تم شكرا حبيبي طيب قول لمنير انت كسرت قرن خروف امس اين عقلك كسرت لا ما كنت يوم عطاه قزع الخروف الله ما ادري هو انكسر بيدي لا 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 ما انكسر انكسر انا شفتك شفتوني صادق يقول صادق كلام خالد منيف المفروض يغير باللوك ولا عليك من احد اهم شيء مقتنع واللي يقنع نفسك ابشر اعطنا بصوتك الجميل يا شيء انا خليني اقول لك اسماء الطبخات الشيء اللي عندنا اليوم ولا يسمونه انت تقول الحين خلها شوي ما هو الحين خلها شوي وقف زي ذي كم مره اوكي اوكي طيب يقول عندي امل بيتين عندي امل في مناسبه لها صح؟ يقضي على سكه الياس ياس يا عندي امل يقضي على سكه الياس تعال باري باري بس الامل تقتله ذكرى قديمه قديمه ذكرى تحبس بداخل الصدر الانفاس والعين ما تجعل ذا الدمع قيمه سلام طيب تعال تعال والله ان شاء الله انت اعطينا مناسبه ذا القصيده لا والله ما أنت تسمع بس القصيدة ولا تنشدني عن المواقف. كيف منش لازم ينشدك؟ لا يا غناسي. لازم يا غناسي يا قلبي. لازم. يا غناسي. عبد الرحمن. من هو هذا؟ أوه 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 أوه. عطى صفقة صفقة صفقة. لا صفقة إلا قلب المواجع. أبوك؟ أي والله الوالد الله يحفظه. الله يحفظه لك. الله يحفظه لك. أشوف أشوف. الله يحفظه والله إني مشتاق. يعني لحد اللي جاي بنجي نقول الله يحفظ فلان. الله بالخير. الله يذكر فلان بالخير. الله يذكر حزة الضيق بالخير اللي تبين صاحبي من عدوي الله يذكر حزة الضيق بالخير
اللي تباين صاحبي من عدوي كم واحد قبل اصطدام المقادير اقول ذا جوه مطابق الجوي كل واحد قبل اصطدام المقادير اقول ذا جوه مطابق الجوي ويا رمينا الحبل في قاعة البيت قفا ولا مع صحا صيح دوي ويا رمينا الحبل في قاعة البيت قفا ولا مع صحا صيح دوي بان الصحيح وفات وقت المعاذير توي عرفت الناس يا ناس توي بان الصحيح وفات وقت المعاذير توي عرفت الناس يا ناس توي صح لسانك صح لسانك يا خالد صح على طاري الصوت الزين على طاري الصوت الزين ما شاء الله منيف والعيال صوتهم حلوه لازم تعطيه اي ابو لا 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 ماني معطيك ابو السريج هذا مغني الحجاز صوتهم هبول اذا غنى ولا رفع الصوت ولا جر الصوت الناقه هي ناقه تاقف واللي يصلي يقطع صلاته واللي يقوم الليل يترك قيام الليل والحرمه الحرمه اللي حامل تطرح ولده صوته مو بسيط كانك فاضي لا 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 معروف هذا ابو سريج مغني الحجاز مره من المرات يغني قصيده وفي ابو محذوره بيرفع على ذا ابو محذوره المؤذن خليه الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذن وكان بيرفع على ذا يؤذن الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله الين وصل حي على الصلاه ويبدا ابو سريج يجر الصوت وش قال؟ قال حقت عنتر يا ليت أننا ليت أننا صغيرين إلى اليوم ولم نكبر ليت أننا عند البهم إلى اليوم ولم نكبر ولم تكبر البهم يقصده عبلة يقول ليتنا ما كبرنا ولا كبرت البهم اللي معنا يعني الغنم وما الغنم المهم يوم قال هكذا وجرها وقال ليتنا لم نكبر ولم تكبر البهم أبو سريج يأذن وش قال؟ قال حيا على الفلاح يوم قال ولم تكبر البهم قال حيا على البهم أخبط في أذانه يقلب الاذان ويقلب الدنيا كلها ويحوس الدنيا مزين صوته الرجل شوف ما شاء الله جر والصوت قلب الدنيا انا ما حفظت الا لما اطل شوفك يوم جر جر بالاهات بنسلم روح لا في يلا بدي جن بدي علي تحن ولما قلبي يدق يدق بغار عليك ولما عيني ترف ترف بصون عينيك ولما روحي ترق ترق بتبقى ليك ما لا تبقى لك ليك ما تبقى ليك انا خلطة سعودي ولبناني يلا لما عيني ترف ترف بصون عينيك حامد ولما روحي ترق ترق بتبقى ليك عينك قلبك ايش جمهوركم من ليبيا وصلت ليبيا ترق ترق ايه تبقى لي طبعا انا ابوي اسمه لما عيني ترق تقول له توام ما ادري ايش تقول حلو قول له توام جمهوركم من ليبيا نزيد مويه حلبه ما ادري ايش هي حلبه ضبط الدجاج ضبط الدجاج وتمام يعني بس هذا ناس ملح اي هي والله ما ادري ايش معناها ويحبونكم ومنيف ربي يحفظك والفرزدق ربي يخليك عبد الرحمن فرزدق عقب الفرزدق انت الفرزدق ولا ايش اسمه الثاني المتنبي ما شاء الله والله جد والله يا عبد الرحمن والله اني استمتع مع قصصك اللي تقولها الله يسلمك ما شاء الله تبارك الله ترى انا من الناس اللي يحب اللي يقرا ويعلمنا بسواليف زمان هذاك اللي يجيك هذاك باسماء صحابه على قولت واحد من اخويا يقول سعود غربي زمان كان يجيب لنا قصايد وكان يجيب لنا اسماء اصحابه اول مره نسمع بهم قال يا ابو غريب انت متاكد من اسماء اصحابه انت مسلم ولا جايبهم من عندكم الحال نضحك عليه انت ما شاء الله تبارك الله جبت لنا فرزدق ابو سرج ومحذوره ابو محذوره ما نعرف الا
ابو ليلى ذاك. يلا اذا هي بلحن في بيعطينا اياها منيف، اذا ما هي بلحن معلش. لا لا ان شاء الله بيعطينها منيف. منيف عطنا قصيده على طريق الجوف ضيعت. والله جايبين انت برنت كامل عنك. يقول على طريق الجوف بلحن ابوها. من اللي طالبها بالله؟ واحد هنا اسمها محمد. واجد الزيت سلمت. لا لا يقول لو تاخذ مع التوم فقره الى ما خلص بس اثنين تم التوم. يا اخي اسمع عبد العزيز عبد الله بوم قلت تمام بس هذا كله التوم 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 التوم. تعال 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 تفضل اعطونا على العقيق اجتمعنا. على العقيق اجتمعنا، على العقيق اجتمعنا، نحن وسود العيون، نحن وسود العيون، ما ظني مجنون ليلى، ما ظني مجنون ليلى، قد جن بعض جنوني، قد جن بعض جنوني. على العقيق اجتمعنا، على العقيق اجتمعنا، نحن وسود العيون، ما ظني مجنوني ليلى، أظن مجنون ليلى، قد جن بعض جنوني، قد جن بعض جنوني. يا سامعين اعذروني، يا سامعين اعذروني، بكم وزادت شجوني، ويا محبينا صلوا، ويا محبينا صلوا، على هاشمي نور عيوني. على العقيق اجتمعنا، الله، على العقيق اجتمعنا، الله، نحن وسود العيون. صح الاصوات. صح ابو علي بدنك ودكم ناخذ فقره مع ابو علي؟ اكيد نستنى نبي هزيل. والله انت تجي تعال. حلف حلف ابو علي تعال ابغاك سالفه. تعبان انا والله. والله مريض. ما تشوف شر. والله تشوف شر. ابو علي انت علمني، هو سؤال عادي، لا ابوه لا ابو الاربيس، وزعلكم يوم ما اعطوني الاربيس. ايش ايش بكسر زعلان؟ لا ضغط مرتفع شويه متضايق. خلاص انا هاك هالشيء. شيل الربيز يا ابو علي ولا تزعل يا شيخ. ماذا الربيز دي؟ هذا هذا اللي كان في نسمع قبل شوي. والله ان شاء الله تاخذه يا ابو علي. والله ما اخذه. بلا تحلف يا رجل. ايش اللي زعلك يا جل ابو علي؟ يعني في ذمتك تعرف الانسان اللي ساكن يحبها. حبيبي الله ابو علي. طيب اسمع ابو علي، انا والله من الاسبوع اللي راح انا كلمني واحد من اصحابك ومن الناس القريبين منك، يقول يقول قبل 10 سنوات مات واحد اسمه ابو علي، بعد 10 سنوات ابو علي حي. طبعا ابو علي هذا خوي هنا ذا. ايش السالفه يا ابو علي؟ علمنا ايش صار. يعني طفى، يعني غاب عن الابواب. مات مات عزوا فيه وحاجات وشغل. اسمع والله سالفه قديمه. سالفه قديمه. سلمت يا ابو علي. كان في شويه اشكالات يعني من اقرباء وذا. اختفيت على الانظار. طيب في ما يقارب 4 سنوات أو 5 سنوات ما ظهرت على الشاشة نهائيا. طيب لا من قريب ولا من بعيد ولا قابلت أحد من جماعتكم ولا من أخوياك ولا نهائيا. لا إله إلا الله. هو الموقف اللي خلاني إني أظهر هو موقف يوم من الأيام. فهو الحمد لله يعني أحمد الله وأشكره. يعني الواحد بس إنه يحكيها وده يقولها مو وده يقولها بس إني يعني أنجبر إني أقولها. سلام. كان في مشاكل عائلية قبل كل حاجة عائلية. فاختفيت على الانظار. تصير في كل بيت. حصل فيها زوجت وطلقت واختفيت وملكت وبعد اختفيت. سلمت. فانا اول شيء انا في الموضوع هذا كله انا اشكر شكر 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 لله كثير لله سبحانه وتعالى، واشكر الانسانة التي ساعدتني في الموضوع وساندتني في حياتي كلها اللي هي ام علي الله يخليها. الله يخليكم.
اختفيت طبعا عن المنظار وكنت ملك على ام علي. اختفيت 5 سنوات لا تدري فين انا ولا ادري فين هي، لا جوال ولا اي حاجه. فجاء حادث على واحد من الجماعه اسمه عبد الله علي احمد مطابق حادث اي حادث 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 وتوفى الرجال من عاده توفى. اختفيت انا قابلت واحد من بعد 3 سنوات السلام عليكم كيف حالك؟ عبد الله سمي عبد الله لا اله الا الله لا اله الا الله شوف قال والله الخبر انا توفيت. انت ميت قبل 3 سنوات؟ نعم ميت. فدقيت على واحد من اخواننا في العمل اسمه ناصر الفطيس الله يذكره بالخير كان حي في الله يطول عمره بيت ان الله يرحمه ويغفر له. فالسلام عليك كيف حالك ناصر؟ من؟ اخويك عبد الله ابو علي. قلت نعم لا اله والله اهلك قبل 3 ايام دقوا علينا وقلنا لهم الخبر اللي عندنا ان عبد الله توفى. هذا الخبر اللي جاي عندنا في العمل انه توفى. والعمل نقلت ولا ايش؟ لا تركت العمل. راحت الايام وجت يوم من الايام كنت شغال في شركه هو الطبيعي في نفس اليوم الطبيعي اذا جاني ضرب على قلبي معميت كل شيء ربع ساعه اذا قام ضربه يعني ماني شايف الطريق مكتوم متضايق يعني ماني فاهم بالدنيا ايش يعني زي الابله. جاني يعني زي الاحساس قال لي يا اخي دق على بنت عمتك الوحيده كنت احفظ رقمها ام محمد في كيلو 14 بجده. دقيت كذا فاسمها. وانت وقتها في مكه؟ انا وقتها في لا في جده. اها الموقف هذا اللي انا ما انتسيه في حياتي. يعني تخيل دقيت على السلام عليكم كيف حالك طيب اخبارك شلونك طيبين؟ من انت؟ قلت انا عبد الله. قلت عبد الله مين؟ قلت عبد الله خالك. خالي مين؟ اخت خالك علي. بكت. انت حي ميت؟ لا الموقف الصعب. اها يعني الموقف هذاك اللي انا ما انتسيه لحد الان اتذكره. يعني تخيل لما دقيت عليها الساعه 9 الصباح. لو تعفيني من الكلمتين ذي يا خالد لانها تتعبني. وانا اعتذر من الجمهور والله. يعني لو اعفيك من الكلمتين هذه؟ تريحني. جدا. احد مات وانت في غيابك؟ يعني تخيل الساعه 9 دقيت عليها قبل بعد الفجر دفنوا ابوي. لا اله الا الله. يعني هذا الموقف اللي ما تنساه يا خالد. الله يغفر له ويرحمه. الله يغفر له ويرحمه. وقلبك يدقك من الليل يقول في شيء تعبان مكتوم متضايق. والله العظيم هذا اللي حصل عليه قسما بالله ماني شايف شيء قدامي. قلبي يدق مكتوم متضايق يعني متضايق لأبعد حد. صدفة يعني جت الحرمة دي على بالي يعني كان من قال لي خش كذا على التلفون قول لي دق على سبحان الله كيف جاء الرقم أنا ماني داري. دقت على السلام عليكم كيف حالك؟ قلت عبد الله مين؟ قلت عبد الله ليه يدق بالصياح؟ عبد الله ابوك دوب جو المقبره دوب دفنوه. لا اله الا الله. يعني هذا الموقف. الله يغفر له ان شاء الله ويرحمه ان شاء الله. الله يغفر له يا ابو علي ما عاد لك الا الدعاء والصدق الله ييسر امرك. طبعا مشاهدينا الاعزاء للتذكير للصدقة ومن باب الصدقة تعرفون جمعية سمو جمعية تحفيظ القرآن المشاركة معنا في زد رصيدك اللي أبوه متوفي اللي أمه متوفية أخوه متوفي أحد عزيز وغالي عليه متوفي تصدقوا ما يبقى لهم بعد الله في قبرهم إلا صدقة. يعني الواحد يوم القيامة يتمنى أنه حصل الصدقة من أبوه من أخوه من ولده من أقاربه من الناس اللي تحبه. الله يغفر الموتانا وموتى المسلمين. الوقف لا زال مستمر معنا في برنامج زد رصيدك. نتمنى منكم جميعا الوقوف في هذا الوقف ونبغى نغلقه قبل ما يغلق زد رصيدك. وأنتم أهل الخير وأهل الخير كثير وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نفرح سويا باكتمال هذا الوقف بإذن الله على هذا المسرح بإذن الله. وهذا بجهودكم بإذن الله وبنشركم. اللي عنده واتساب ينشرها في الواتساب، اللي عنده برنامج انستغرام يرسلها رسائل نصية تقدر ترسل
خذ أجرك وأجر غيرك. يعني لو أرسلت رسالة لعبد الرحمن المطيري وتصدق بإذن الله لك أجر زي أجر عبد الرحمن وزي أجر اللي تصدق عنه. المساء ما هو معدي على خير. شفت من يوم طاحت شمس أنا ساق همي يلي غديت اليوم عصمه مع الغير وشلون ما ساقك على الحظ يمي. استغفر الله ما كرهت المقادير لكن بعدك يا مناتي يسمي والذكريات اللي على بالي تغير تجعل دموع العين بطرافها. كمي سلام. شفت في شيء وراء هذه السالفة اسمع شيء أنا ما أدري هو ما بغى يعلمني لكن بأخذ إن شاء الله بعد عزيز الهوى. وغالي يا أبو حامد حبيبي حبيبي منيف في ناس يقولون مسوين ما سبيل الله لا أخوك الله يغفر له ويرحمه الله يجزاكم خير. الله هذه أحد الصدقات في الدنيا قبل الآخر. الحمد لله والشكر الحمد لله. هذه والله من مكاسب البرنامج. هذه مكاسب البرنامج والله من مكاسب البرنامج. أخوي بقبره 3 سنوات وتصل له الصدقة. اللهم لك الناس ما يعرفهم ولا ما يعرفونه. هذه أحد زي ما قلت أنت أحد هذه من أقوى المكاسب. المكاسب وما زالت الناس فيها خير. اللي يقول الناس الخير كان زمان الحين ما عاد في خير. الخير في كل الأرض. صح. الخير باقي في الأرض لين تقوم القيامة. طيب حبايبي انتوا الاثنين يا دحمي حبيبي سمح. شفنا عمر عشان يذل لا يقول لي حلقي تعبان ترى المره الاولى صرف هذا الحلقي تعبان قبل هذا كل شيء سلمت. الموقف هذا والصوره هذه عشان بيت الله انها تعني لي كثير. تسمح لي تعطيني من صاحبها لاجل اشكره اذا تسمح؟ ما حفظتها والله ما حفظت ايش اسمه صاحبها لكن انا سيفتها عندي في الصوره. يمكن تجيك بالتعليقات ان احد منا حبيبي انت كل الناس تستاهل الشكر بعد الله. اي والله يستاهلون وقفتهم صدقتهم دعاهم يعني هذا اقل شيء ترى تحصلونه في البرنامج ان واحد يقدم لك صدقه يقول عبد الرحمن راح عبد الرحمن اهد لاخوك عبد العزيز كلمه ما راح ينساها حتى يموت. ايش بيقول؟ يقول الله يرحمك تفضل. عبد الرحمن اهد اخوك عبد العزيز كلمه تحس انها طالعه من قلب يعني من زمان تبغى تقولها لعبد العزيز لكن ما جاء الموقف لا اللي بخاطري تقول ما في شيء يعني ما في شيء تقول قدام الناس اللي يقول الله يسعده في حياتك. انا نزلت ذا حسبين في سواليف في شيء تقول له هو يرد عليك ويقول له والله انت عزيز وغالي انت وجه اخوك سعيد قد طفشت منك انا اقول له والله احبك ابو حامد اشتقت لك حيل وتبغى اكمل ولا لا؟ سلم لي عليه. يقول هذا المساء انا جن بسم الله الرحمن الرحيم ما معدي على خير واللي يقول ان شاء الله في خير واجد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طيب حبيبي عبد الرحمن يقول لك هذا المساء ما معدي على خير كل المساء بيروح ويجي بعده يوم اجمل اجمل وغدا اجمل يا ابو سعد. ايش سالفة زواجك والوالدة ايش سالفة علمنا السالفة زواج لا ما أنا مزوج لا ما في زواج لكن لا مزوج لكن حركات لا ما في زواج حركات يقول لي قبل ايام بياخذ الرابع لا عاد لا ما في زواج لكن اللي صاير طول العمر هذه قصه صارت بين الوالده وبيني على طار الزواج فيها يمكن لها فتره او كذا سنه لكن ما اقدر والله افصح اكثر لكن اللي صار في كم موقف سلم وتعقدت في بعض الظروف ولا تيسرت فاللي صار طول العمر اني اذكر كتبت فيها قصيده الموضوع كتبت فيها اكثر من 40 بيت لان الموقف كان طويل بالحيل لكن صعب جدا يا طويل العمر اني اتكلم فيه حاليا وطبعا ما في زواج ولا في شيء لكن في امور جت بتحصل وتعقدت ولا تيسرت ابدا فخلي يحصل له موقف ان يسر الله ان تكلم فيه لكن الحين ما هو بوقتها ابدا خلهم وقت ما فيش كل شيء بوقتها انا اقفل مايك اقفل هذه اطبخوا على الصامت لا لان الوقت ظهر كل شيء وطبخ
ليه 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 السالفه طويله. شوفوا 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 وبعد تقدر تقول انها من الخصوصيات. شو انا بعلمكم حاجه عن الناس اللي قاعد اشوفكم ورا الشاشه. اي سر في حياتك عبد الرحمن اذا طلعت من باب القريه يجيبونه، خذها في راس القاعده. اي شيء تخبي عن الناس راح يعرفونه، اي شيء ما تبغى تعلم فيه راح يعرفونه. خذها مني انا، انا عشت مع جمهور بدايه سنه وكنت مشاهدا البدايه اول، عرفت يعني بيجيبون كل شيء. خير ذلك علموا الشباب، علموا العرب في ذا. انا اقول تجي يعرفونها منهم ولا اقولها انا بوقت مناسب افضل من انه يطول العمر الحين. السالفه مثل ما قلت لك طويله ومن الخصوصيات اللي بالحيل، فصعب جدا طرحها بالوقت، خاصه الحين باذن العصر ولا في وقت وظهر وحر وانا اخوك خلها. يقول لك عزوز ودحوم، عزوز دحوم هذه لا هذه زمان كانوا صغار كانوا يقولوا له عزيز دحيم كذا صح نفسها عز عز دحيم عز ودحيم. تقدر تشيل حن داعمينكم وراح ندعمكم الى اخر البرنامج. ما يقصر الله يسعدكم، شهران قبيله كامله شهران. نعم على راسي، تستاهلون كل خير. طيب يقول لك يا ابو علي ان شاء الله اليوم نتصدق برادة ماء الوالد ابو علي رحمه الله، هذه من سلطان عايض الشهراني. الله يجزاه خير، تستاهل. الله يغفر له ويرحمه ان شاء الله. الله يقبل، الله يغفر له ويرحمه يا رب. وجه كلمة لابوكم لاني شفته قبل يومين عند مسجد الشيخ عبود بن درع. وجه كلمة لابوكم. والله انكم مشتاقين له بالحيل الصدق. مشتاق الفرة؟ اي والله. والله اقول مشتاق لبوي والله. ايش تقول؟ والله اني فارقت، لكن ان شاء الله نحن نرجع ونحقق الامال اللي كان يشوفها فينا باذن الله. بالله؟ اي بالله. بس هذا اللي تبغى تقوله. مشتاق والله اني مشتاق. ما والله مشتاق. انا احب والده كله. هذا ما الحين يقول لي يا عزيز يلا قوم مشينا صلاه، ايش فيكم الشباب تاخرتوا؟ قول يا اخي اشتقت لصوت ابوي، اشتقت لامي، اشتقت ال طيب انا احب وجهك. اسرق ايه اسرق اللي قلته كله. انا احب وجهك انا ترى حبيبي. انا الحاجات الحبه اللي جاز حلو. والله اوجه لامي وابوي احلى تحيه، والله يجعل عمرهم طويل ويرزقنا انا واخواني برهم. امين يا رب. وان شاء الله نرجع وحنا محققين امالهم واماننا باذن الله يا رب. واجعلني في دوتهم. الله يسعدكم ان شاء الله، وانتم رجال وانتم كفو وراح ان شاء الله تمثلون خير تمثيل. تعال يا سيد الناس قبل ما تقفل خلينا نشوف. اصبر فين ال هذا ال الايدام تحت الايدام. اها كيش تحت ولا البطاطس هذه ايش بها برا؟ لا هذا كذا قدامه، هذه قدامه يعني ما هذه ما طلبوه طبعا بس كذا احنا زياده الخير خير مضبوطه. يقول يا خالد يا وجودي فايده الملح كل ما هبنس ناس الشمال وجد من حد زمانه على اللي ما يبيه، ويا وجودي كل مضحيت ثم مال الظلال لغفت عيني ولذكت شيء مشتهيه وجد من قفه وفي رجاء كلمة تعال والتفت من عقب ما قفه ولحد لد فيه ويا عذابي لدنا الليل من روس الجبال وانت يبعد من سبل الحلم وصالك محال يا غناتي لا تحسبين دمعي امثال ضعف ولا خوف ولا كذا ولا كذا والله اني من رجال يضدون رجال لكن حظي يردي ساق دمعي كل بيه والله انقد لي وانصد لجالك مجال صدت اللي لا تضايق تذكر قبر اخيه ومن سالني قلت ما ادري واذا عاد السؤال قلت له تكفى ترى سؤالك ما هو وجيه وش تبيني اقول عمن ترى ذبحي حلال هذه حقت ضيدان بن قضعان العجمي قصيدة ضيدان بن قضعان عجب اللهم ان شاء الله قضع ايه ضيدان ونعم والله نعم الله اكرم ولا حتى على مخدم الاعلام مثبت النفس غصب. انت شدت معك اليوم تقلي بطاطس صح؟ اخلها نفد امك وتعال غل 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 اجب اسلم اسلم اتظن انك عندما احرقتني انا افدى امك نبغى دحى. طيب صح تعالوا اللي بخوشره في الزاويه ذيك اللي يعرف يجيني صفقه واحده ابو علي تعال ابو علي اعرفها
تعال يعني على اساس ان الشباب يعرفون. تعال يا رجال والله تعال خوش معنا منيف. تعال يا خوش اعذرنا يا منيف. ايه هذول الثلاثه الديوانيين هذول الثلاثه الديوانيين والله اني اخوش اخوش في حياتي. نزل صفق زين يلا روح اللي بعد. صافي بس انا لا شفتني صفق بدمعي وبعدين ردتكم هلا هلا يا هلا لا يا حليفي يا ولد لا يا حليفي يا ولد بس. والله الله يا هلو لو يا حليف يا ولد لو يا حليف يا ولد هلا هلا يا هلو لا يا حليف يا ولد لا يا حليف يا ولد هلا هلا يا لو يحلي في يا ولد لو يحلي في يا ولد لا يا هلا يا هلا لا يا حلي في يا ولد لا يا حلي في يا ولد وش يطلق عجوزه من شون البنت المزيونة من شون البنت المزيونة هلا هلا يا هلا يا حليفي يا ولد يا حليفي يا ولد وش يطلق عجوزه من شون البنت المزيونة من شون البنت المزيونة لا هلا يا هلا لا يا حليفي يا ولد لا يا حليفي يا ولد وبعقلي ماني مختلف كتبتي كتابي بيدي كتبتي كتابي بيدي هلا هلا يا هلا لا يا حليفي يا ولد لا يا حليفي يا ولد صح بسط عليه جدا جدا انبسط جدا على الدحى انا انتظر الحلقه الجايه انتظر حقه هذا لا هذه انسى والله حقه هذا والله برحمه حلو هذه ترى بيفوز والله قاعد قبل شيء بتقول الجمهور شيء في تيد القفاتك لا ما ودك نرجع اتحداهم انا انت موافق صدق خبرك فيها وبانتظار خلي عليك سكت طيب قل خلي يجي الله يستر ان شاء الله دام علمت بها واحد بالله عليك علمها ثاني مشاهدينا الاعزاء مشاهدينا الاكارم رايحين لصلاه المغرب صلاه المغرب هذه الكلجه من يوم شفت المغرب هنا لا اله الا الله رايحين يا طوال العمر السلامة لأذان العصر ورجع لكم بإذن الله بعد دقيقتين يقولون بنروح الأذان الحين هلا هلا يا هلا بلي طلق على العجوز عشان إيش عشان بنت المزيون والعجوز والوفا والحبراح الله يقهر هذا ما هذه إذا قالوا لك ما له خاتمة أي والله الناس في الحياة في والله الناس ما لهم خاتمة الناس ما لهم خاتمة المزاد الناس ما لهم خاتمة هذولا ترهم كثير في الدنيا ما يستاهلون لكن راحت المزت عندهم عندهم خاتم عرفت لكن هذول قليلة في الدنيا مثلي ومثلك ما شاء الله العظيم تعال تعال سم تعال خلني أكل أجاك شوية بس لك سؤال سم الثقافة اللي عند عبد الرحمن ايه؟ هل هي من قراءة الكتب ايه؟ من الاطلاع من نفس التخصص حق الجامعة لا لا, لا لا من القراءة يا رجل كل شيء نقرأه موقفت على الجامعة 4 سنين وأنا على القراءة معتكف أحياناً تمر 7 ساعات 8 ساعات بالبيت على قراءة على كتب طبعاً في مواضيع كثيرة ترى إلا لما طرحت يعني مثل مسألة الفلك الفضاء مسألة القرون التاريخية المخصصة هذه اللي الحين ما تكلمنا فيها يا أخي تدري شو بيجي وقتها تدري شو المشكلة الفلسفة يا ثقل دم الفلسفة لو صارت الدواء عتب عتب اي هذه هذه قصيده الشاعر سعيد الشواطي واللي اداها عبد الرحمن خوينا عبد الرحمن الخضير اللي كان معنا في زد رصيد اعزائي المشاهدين فكونا من الفلسفه فكونا من الفلكيات الحاجات الحلوه نروح فكونا من الحاجات الحلوه هذه ما تجي الحاجات الحلوه تبيها ما تقول الحاجات الحلوه ذي الحين نروح اذان وراجع لكم باذن الله بعد صلاه سلام
ياكل يدينه بعدها من ذاق طبختك اعتمدها لو ياكل يدينه بعدها زد بهاراتك.